ذكر الوعي والفكر، نروح إلى جانب من الوعي والفكري وانطلاق فعاليات الملتقى العربي للشعر، للشعر طبعا العربي، الشعر العربي بلسم الحياة، هذا هو شعاره اللي كان انطلاقته أمس بالبليدة في طبعة جديدة متتالية ومتوالية مختلف الطبعات السابقة، يقول ويوقع سامي العريبي. حي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المتواجدة معنا لتغطية هذا الحدث، نحيي طبعا الأم التلفزيون الجزائري. بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي لمدينة البليدة وتحت رعاية والي الولاية، تم تنظيم الملتقى العربي للشعر في طبعته الثالثة. نرحب أولا بضيوف الجزائر وضيوف البليدة الذين أتوا من الدول الشقيقة والصديقة. تنظيم أشرفت عليه مؤسسة ترقية الفنون والنشاطات الثقافية والرياضية لمدينة البليدة. كاميرا صباح الخير يا جزائر حضرت حفل الافتتاح. نحن نعيش يوم افتتاح الشعر الملتقى العربي للشعر طبعته الثالثة تحت شعار الشعر بلسم مآسينا، بحضور شعراء من دول كثيرة، من فلسطين، من مصر، من العراق، من سوريا، من لبنان، من تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، السودان، كل هذه الدول شاركت، بالإضافة إلى شعراء الجزائر عبر التراب الوطني من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. حفل الافتتاح هذا عرف تكريم الشاعر الجزائري عبد الله حمادي نظير عطاءاته الأدبية الشعرية. أن كانت لي الفرصة أنني حضرت دورتين في هذا الملتقى الشعري البهيج، هذه العكاظية الشعرية الجزائرية التي منح من خلالها الفرصة لظهور الأصوات الشعرية الجزائرية، وها هي هذه المؤسسة الرائدة في النشاط الثقافي تلتفت إلى مجهودي في آخر مساري الجامعي الذي تجاوز النصف قرن تقريبا في خدمة الثقافة الجزائرية. كرئيس لبيت الشعر الجزائري أثمن كثيرا مثل هذه الملتقيات التي تعنى بالشعر الجزائري وبالشعر العربي عموما. البليدة من المدن والولايات القليلة على المستوى الوطني التي ظلت وافية لمواعيدها الشعرية، وهي في كل مرة تجدد اللقاء مع الأدباء الجزائريين. كما لم يفوت المنظمون فرصة تكريم عائلة الشهيد الطيار إسماعيل دوسن. معكم الشاعر صالح فراد من ولاية البليدة. الرحموا على الشهداء طائرة اللي ماتوا في بوفاريك، طيارة اللي تحطمت فيها ظنيت نلحق فيها لتندوف ونشم هواه، آه يا طيار دي تفجرت ولا حطيت ودرك بوفاريك والدخان طماه، والشبان مسندة يا من سقسيت قطي هذا وزيد له الآخر بحذاه، تودر عقلي بلا قليهم وجريت ولا واحد منهم تعرف كيف اسماه، لهابة لهبت يا من لا حسيت وتفحم من كان فيها درقبها. الشعر بلسم مآسينا هو شعار هذه الطبعة من الملتقى. هذا البلسم صنعه شعراء وشاعرات من مختلف الدول العربية الشقيقة. عبد الرحيم العمراني من مدينة فاس المغرب. أنا فرحان في هذا الملتقى الثالث للشعراء، الحمد لله العالم العربي كله هنا، ونهدي واحد من أعماق القلب توحيد المغرب العربي بلا حدود، توحيد القلوب بلا حدود، توحيد الشعوب. إلى المجد درب
يا أخ العرب صاعد، وليس له إلا كريم وماجد بفكر يغذي الأصغرين قلب الإنسان. أنا علاقتي العاطفية مع الجزائر تعود إلى أيام اندلاع الثورة العظيمة اللي حررت الجزائر وأعطت لشعب الجزائر الفرصة للحصول على استقلاله وعلى بناء البلد والحفاظ على كرامة شعبه، والتضحيات اللي دفعتها الجزائر للحصول على استقلالها كانت نبراس، كانت عنوان الكفاح العربي، والجزائر كانت مستقبل دار استقبال أحرار العالم. فآمن بالتحرير، بالعدل، بالتقى وبالوحدة الكبرى، فتم الفوائد وكيف بنكران وفي الأفق صورة عراقك رايات وفكر وساعد تذكرني دوما بأحلام أمتي وزيت حدود فرقت وتباعد وحق سبيب في فلسطين. طبعا انطلق امس كما قلنا فعاليات هذا الملتقى لتوصل لغايه الغد بحول الله بمدينه البليده، الملتقى العربي للشعر طبعا في طبعته الثالثه وبشعار الشعر بلسمو الحياه. طبعا تغطيتنا تتواصل له في برنامج صباح الخير الجزائر بحول